الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. درسي غوكو صابسا سيدي قلبيدنا اللو تشوغا ديننا اللو إلاليا أحفظوا معها. نقول هرين قف كستو ومد غريب كوا سترينجر ان ديغان كي يكالجر كي يردقن كا ومد اسكا ترسنين ما فضو دا وحي سينو هايستو ايش ودونا بدوني دا هكا تشوغو ان قف كالبيت كي يمينة وحين نمي بيئة مدقان environment لسن والدولة هي السيستم هي النظام له إنه أفراد وقيب قيب سن وكل كلية سواشي سوي دين تلنا وحويان أو باهن إنه آدي سوي دينه ما وحي إنه نمي إنه وح وحكو بدلنه بس وحي نوني مين إنه وحكو رسنه يعني ما وحي نوني مي مثلا وحا قرى إنه الله نمي ودين تاني إيا نفتاني يعرور تينا فهم لقاقي وردقني يا في الدين هايستا مركا ما وحي نوني مي إنه وح بدلنه ومثلا دين دقن أف وحا إنت إنه بدله إنه وحكا لقاضنه من سوحي نونمي إن نوحي إني وحكو درسنه وهدف كي نوحوها إنت أضانا هايسو إن شاء الله إن كلنا كوكرر سو كسيات سكيبوها ويا ميت كستوح وكرة تبمية إن سيد باقول هذا السوسيولو تشكو حي تلماما قفك بين آدمك هو يديسا إذا أنت تجيس أفكي سردقا كي سدين تي سوحا من سي يبلشد لنولي وحي آمن سيهن هدي اسكم مد نغضان قفك سوح كنا ولا دبي دهدان في سعادة وراحة واطمئنان البال حسلوني دقناشي الرين يبرارو ومركو قفك وحا ورمي سي سيدو فكري مثلا مركا ودن كيني تشوغني وحين لن نولين وضن أفكا أدلوه داكتو دينتا أدلوه داكتو رقاكا أدلوه داكتو وحلبا أدلوه داكتو مركا إنا دادوغو أما دينكا أغا إلاشاتو أما إلمها أغا دينتي سوا إلاشانتو أقل المجهود وحيدا هدان إفورت كوغير جهدiga تمرت كوغير إيا وقت كوغير باد قلينيسي ما دام أبلشدا وذاكتان دقن يدين يافبا بلشك استهانا مركي بلشتا هاي دي سانتا هاي ان هوية دي دا ما وحي آمن سنتا يا ما الدين كيدا وحي الالي كو وزارة دانو الدولة دو سميساتو وزارة دو حبرشادة ليداو وحكالو الالي اعلام كوادنك ميديا في هالنقطة من الراديو هالنقطة من الجريدة هالنقطة من ميديا ودن كولي مينستريم وحكالو إلى ليا نظام كي قانون كي سيستم كي ودن ودين تاعد كسو قدوبتو وحكو قبانا يا محي قانون باكو قبانا يا مركا وأمدو مركا عين كاو لسانتي الدبا مركا آتما دا ديقو قف قراء أما لباء أما تبران قفو كلاك دي سنة أدو تمادة بلشو سيدا أوليسان بلشو دقان كيدي أف كيدي سكولينج سيستم كيدي ميديا هيدي وحبرشة ديدي قانون كيدي أوليسان يهي غريب آتكو تهي سترينجر يمي آتهي آتسربتو وحاقين اينا ديلاشاتو وحنكا كرورساتو واقف إيه بلشو مركا اسكهر يمي
laba shay baad dareemaysaa bay leeyihiin kow qurba gariib inaad tahay ka labaadna waxay dhahdaan challenges waxyaabaha kaa hor imanaya inay wax xooggan yihiin haddii aad rabto markaa inaad maintain garayso inaad haysato waxaagii waxna kororsatid lama mid ahaa markii aad ku noolayd bulshadii isku dhanka u socoteen marka kan waxaad u baahantay bay leeyihiin waqtiga ugu badan iyo xoog iyo xoolaha ugu badan inaad geliso waxaagii hore saad u xejin lahayd intaa kadibna aad ziyaada soo hesho qurbadu waxaa dhici karta inay kathratu shubahaad tahay mucaqadkii iyo waxa la aaminsanya inuu aad u kala gedisay iyo shubha badan wax badan oo ku shaki geliya diin ahaan inay kugu soo biirayaan ama waxaa dhici karta inay tahay kathratu shahawaat wax badan oo shahwaati nafsigaaga kiciya mansab doonkaaga lacag doonkaaga baahiyaa bini aadamka ee kala gedisan wax badan oo hor orda asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akhara man fi lardi yudiluka can sabiili illah wain tutic akhara man fi lard dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan qola sociologuna dee maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elite group yar koox yar baa hogaamisay bulshada weyne xaggii loo kaxeeya unbay u dareertaa dhanka loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan theory-ga xerada xoolaha waxay dadkaba ka dhigaan inay dad xero ku jira yihiin xoolaha uun xaggii loo sahangeeya ama loo kaxeeya u dareera kolba inay yihiin ilaahina wuxuu le wain tutic akhara man fi lardi yudiluka can sabiili illah haddaba su-aasha kooban waxaynu leenahay laba doorasho laba khiyaar oo quraynu haysanaa mid saddexaad ma jiro laba khiyaar unbaa yaalla laba doorasho optionsaad haysaa yani waa laba uun inaad waxaaga ilaashanayso sidii aad u ilaashan lahaydna inaad caqligeedii xooggeedii tamarteedii keenaysid dheeraadkana markaad raadsanayso kaas waa option. Optionka kale waa inaad iska noqoto oo wixii awalba aad ka soo qaxday dee challenge buu ahaaye kaa aad waajahdo malakaasa ka fududkane waa labadaa mid saddexaad ma jiro ka saddexaad dee waa inaad dhimataa ka saddexaad waa inaad milantaa waa inaad diin iyo dhaqan iyo afba weydaa kaas isagu option maaha markaa qofka bini aadamkii markuu xisaabtamayo kaasi ma aha xisaabtan ee waxa xisaabtanku uu yahay labada challengekeebaad u diyaartay inaad waajahdo noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeed waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo ee keebaad diyaar u tahay ma inaad kan ka tallowdo caqabadiisa waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid mise waxaad diyaar u tahay wararkan waxba ku hayn karin maysida inaad xaggaaga iska qabato dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay wax la cunaa la raadinaya dhaqaala la raadinaya nabad baa la raadinaya challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadihii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen markaa tajribo ka horreysay islaamkan inu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaalla tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midh midh baa dadka uu islaamay
dowrka qof oo islaamiye isagu waxay ahaayeen mujtamac yar oo kooban oo ku dhex nool mujtamac ka gedisan oo diin ka gedisan haysta. Afka way wadaagayeen, laakiin dhaqan iyo diin ka gedisan oo jaahiliya haysta. Marka lababa waxaynu u baahanahay inaynu wax ka baranno. Taariikhdu Qur'aanku ka warramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno. صحابتي النبي جاي النبي محمد عليه الصلاه والسلام غربه الاسلام الاولى سيده وغبحين ويو التمسك بالدين والاعتزاز به في وقت القربه الرفض ضد معها ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حكت الماميه سهل الجامع الصغير عن انس بن مالك حديث كصاروري ياتي على الناس الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ماشي انه تشالنج يبو نبغى تلماميه ضدك وقت ما كو يمن دونا قفكو دينتي سينو هيستو كو دغنادو اي لمتين ان دخل هيستا يعني دخل طبعاً قبطا و تشالنج هذاك وقت اي سيدا دينتو كو نكون دونتا يمن دونتا اما حديث ابن مسعود ورينا ان من ورائكم زمان الصبر اللي تمسكوا فيه اجر 50 شهداء منكم ان مال ما دمبه يقف ودينتي سينو كو دغنا دو ولمد كنت ان دنك ايت كامدا من ابو تلمامي سيدا اوجد قران كاله هو كو ورما ان من رير بنو اسرائيل لا يراد يهود رير بنو اسرائيل ومجتمع يدا وغبدن الهي كتابك سو تاريخ دو كو ورما تاريخ الرير بنو إسرائيل حمو إيا السمابة ويلاده رير بنو إسرائيل نبيا كان شيء نبيا بدانا قرآن كم تلماما ده إسرائيل ونبي يعقوب إنن كيسي يوم حياة نبي يوسف نبي يوسف ولا الذي وهينا علماء بردلي النبي مركي دمان نقضين أنبيا بدان نبي سليمان نبي هود هود ماها سليمان أبيه داود نبي الله موسى انبياء بدن الرير بنو اسرائيل ودت صالحين القران كورميا بل الهي وحقوق الماميا اني كمد وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون رير بنو اسرائيل وحكم اذا ائمه ضد لو ضيده ودينت الهي كدغي مركي اي كو صبرين اني وحود حجستان يقين تودنا اي رسم اهيد يعني لبا مدنا مقالين وحن اي دين تهيستينا وي رميسنا وي يقين سناي سكن تو دات اوبستيكلسكي كهري بدباتا دي كهرتي من اومي ليعين اومي دبعين لبا دا الشاي مركا يسلا هلين با الهي لي اي وحي او نقضين بنا ادم كتو صالي كواس الرير بنو اسرائيل بي كمي دهاي وحكا لو الهي قران كينو اغا ورمي يقروب كالنين رير بنو اسرائيل كمي دي بل قروب كالان ايقنا وحي الهي كسيفي وقطعناهم في الأرض أمما رير بنو إسرائيل وقوينيبا إلهي دولك الوفافي منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كوصوبا يكو حنبا ويلها ينبا إلهي لي وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون لباتو ينيو ونقبا وكو اتحامن بل إنه يصور نغضان إلهي وحشيقي مركها كوا كوي كجدنبي وكوي لمي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون كوا قداشد حمري قلو qoladan maxaa waa calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challenge-ka soo maray adka maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana umaynan dhiman cidna meel kama inaan xoreysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool umaynu islaamnimada dhaxla waliba abiyo hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warisu hada kitaab asalkana waxa la yaqaan qofka bini'aadamka ah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga lexa jeclo badan yahay waxa si fudud soo gala xataa dhaqaale caadiga
waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan. Laakiin xoolahaad aabbaha ka dhaxashay inta badan sayrsayrska dhallinyarada waxay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa, waa la baabi'iyaa. Laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yemxeeriso, ilaaliso, ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin. Ilaahay kuwan wuxuu yidhi warisuu hada lkitaab, way dhaxleen baa la yidhi, dhaxal bay kitaabka ku heleen. Maxaa caada waa marka yakhuduuna carada hada ladna wayaquluuna sayukfaru lana wan yaati macradun mithlu yakhuduu, waa iska dambaabayaan, waxay doonaan bay samaynayaan. Marka laydha warwasiyan waxay odhan insha allah ilaahay baa noo dambi dhaafi. Dabcan ilaahay dambiga ugu dhaafaa, laakiin haddana hadday mushkiladu timaadaba ilaahay leeyahay marka la iska qaadanayaan. Marka amalka war ilaahay baa kafuru raxiim, ilaahay baa inoo dhaafi iyo iska walaaqda ayay ku wadaan. Waa maxay kasoo horbaxay islaamnimo? Waa khilaafayaan, waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa kafuru raxiim, ilaahay baa inoo dhaafi. Laakiin maaha kafuru raxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore iga dhaafay imkaan wadada saxaya. Wan yaatihim caradun mithlu yaakhuduuh baa ilaahay yidhi, tii ku labaadoo lamid a hadday soo martana halkii bay ka wadayaan, waa qaadanayaan ba ilaahay yidhi. Ilaahay markaa wuxuu yidhi war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay de xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhira inay dambayso ogaadaan. Qolo waa noocaa. Qolo kalena ilaahay wuxuu yidhi waladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamu salaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin. Waladiina yumasikuun, kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaahay yidhi. Masaka oo bitadciifa luga alcarabiya, yani waxa weeyaan markaad qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado. Waxaa laga yaba dumarku dhan qabto ay ka siibato qofka caadiga inuu iska, laakiin kani waa qof raba maxay inuu xajisto. Kuwa xajisanaya baa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya, kuwaana ajirkooda dayici maaya ilaahay yidhi. Idan waa laba miduun inay idhahno insha allah sayukfaru lana, waa caruurta waa iska hagaagi doontaa diinku, waa arrimaha diinta oo dhammi ay noqdaan insha allahu inaynu sayukfaru lana ku dhisino, ku binayno, calaa hada almadhab qaadano, iyo inaynu qaadano madhab a atamasuku bilkitaab, inaynu xejisano. Jiilkii hore saxaabadu siday uga baxeen sawir yaro kooban baan wax idinka siinayaa. Afartii suuradood ee qur-aanka ugu horreeya soo dega, culamadu waxay isku waafaqsan yihiin afar suuradood qeybaha ugu horreeya inay qur-aanka usoo hordegeen. Waa laga yaabaa riwaayaadkao isdhaafdhaafinaya afartani say u kala horreeyeen inaad aragto, laakiin afartaasi inay yihiin afartii ugu horreeyey ayaa badiba culammadu tilmaamaan. Waa suuratul calaq, inta ugu horreysa. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اياتك اوغو هريه. وسوره المدثر اياتك اوغو هريه. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وسوره المزمل اياتك اوغو هريه. يا ايها المزمل قم الليله إلا قليلا آيات كاكو حيها. هي سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. حول ما ذو إلى هذا وحي يجيك هو وادي النبي محمد كوب بلابم وحوها وحي أنسي فدود لوغو شيغني سيحو قل لوغو شيغي يعني دور شربو جبريل هل كان قبطو انتو نفتي سوكو كاني نبي قوي اقرأ والنبي يقول ما انا بغاري حتى مرك النفط كل يقعدوا سيدا يولي اقرا. هاي علماء ذو الى هذان الاصل في التعليم وان سفوا ضد ليسوا شيخه، لكن هذه المساله وحل الربيب اليه في قمه الانتباه والصحوه. ان ارنك صو صعد وح فضود نان وهين ان لسو جيديو افرت شيء محي شيخه يعني وغو هريا ايات كان كورميا لبا الصورة ضد مسألة العلم بيك والرميان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هي النون والقلم وما يسطرون. هاي علماء ذو إلى هذان
وحي مسألة تلمامسة بالجهل إن الدين لغو حجين كارين يدو جاهل ليي إن وحبا لحجين كارين أصل كدين تونا إن كسا ليسانتا عرب أختي جدي وحلقية با أقون دتك وقدم بيين أيهي باهية هي قبتيه كلا وحلقية با دي أدق الوران لها محلو يصلحين لها عدالة أهل الرادية كان أهل الرادية وحبطر وكالينة تلمام لها لكن مسألة التوحيد والعلم بين هذا هو ودى سعوتي أصل كوحو يمركا أقون إلهي لبرتو رسوشي سلبرتو آخر اللي أغادو علمي با لغو حيشين كرا وشيك كوادي لغا فهمي بين هذا شيء قال لبعض اللي قفهم أيه آيات كان يحويا بيليين قفك بين آدم كي أما استجد دعوة وضح أما استجد دعوة الله وضح أما هذا الجر هذين أيه هذا سيميل ما يصير صعدة ما لين بين مقورنا أيه أما هذا وحر هذين أيه جروب كذا يسكت ديانة بيرسه هل كذا ينات كذا قاعدين ينات اتصبر صوت هذا اسكدية سأقعد به الهي وحكم بالهوي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر كان استودوبة يوم الليلي كعودك كعودين شك ربي كان وينه وثيابك فطهر نفط هذا يا قلبي قاق يا مرض هذا يا وحا قردن طاهر يال والرجس فهجر حمهنا كهجروت ولا تمن تستكثر وحاد ودنا إلهي درتي أود حلاك الرادين هذا كبت صريها صبيني ولربك فاصبر جدك هداد قادنا مشاكل بعد لك المساية صبر وقت كي سأل لي يعني وحلق بلابة نبي محمد هدين ودانا عليه الصلاة والسلام وابا آيات كي لبادي كسود دقي سيدا علماء بدن قبطه علمي جي وقه الرئيين طول لك وإقرأي وحق الرئيين علمي انت سوهي هذا نيضو علمك انت كوكوبي وحل يري محي مبدأ عفافي مبدأ بلو إذا وحي ده هذا خير الدفاع سلي سو الدفاع وحوقو في عم بيدا هذا دقو ويرر قشو إن هذا كمرك الوارك الله يدا وروا كيو ذات كيم قدين شيك حقا ينو قدو أدقو إنا تهي قفك وحرادين إيا اسكود دي يدات كينو الرادين لكن إنسانكو ربت اتراد بدن لا أما أتكيستو إلا إيينو إلهي حريد دبع للي يمو يعني ساوغيت باوحا ليري يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحلي كان استوضوب يو كع كيسدد يو بالليل كعو إلهي ستك مركا دي بكو قبصته نروش عادي هدي ادوغا تسكي قادي كري ويدم حاد سميسا استنور مكا بن ادم كالغوية قانو حويان انو فكرو اصحاب تي سي عدو حرير كالالا هاور مانتا يا دين مشكلة دانيا يا كو عاون كان مثلا بروبلم دقالا كو قدعي مركا كو اد مشكلة دا حليل كري واحد سعرين سبرتالو ياد وحكا سواماتا اما وحكو سيا marka maskaxda aad markaa waxa ku soo degdegaya mararkii xidhiidhkii nuu fiicnaa ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama cayn kana tiraado warbala wax ama hemo inaad wax ka weydiin inaad wax ka heshaa boo suurtagal qofka muslimka dabtaahi markay dibi ka hortimaado halka koowaad ee uradiya wax weeyaan rabbus samaawaati wal ardi inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakutu kullu shay ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco سأوجد بنبي محمد بركي دبتو كهرت بيلاي وحلي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كانس دد يو كانس تضوب يو كع هبين كي انتي سبضان يرمو يعني نسكي أما وحير كي يريبا لي حلقوا علي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بيلاي ورع لصبا الغودي بيا
تعودني يا الدين كان يا قران كان يا السيستم كان نتقاضى ارين فضود ما هبا الهي لي والعلص با لغسينيا لكن ور كان علص وحقو فضوينا يا وامحي حريرك هذه الهي لله كلما حريرك انه رب لله انه ضعيفه اسبدل كانه لوش انه حق حمي ودقدقيا مركزته وحوغيسته حريرك هذه الهي لله هينا حيث سدد حيث سنس الدين كاقية وحاقو وحوقه بيا إذن آيات كان مركان سقو صوت داره أنا قول ربينا رأي قودون كتلمامو كوبا وحويان إن وحلا برطه ودين تادا عن علمنا تكو سقرات وايو شبهاتك كما جوابي كرتيد أما مكر نولان كرتيد علم مو يعني شبهات دليل باكا ريحي كرا دان الدليل هاي سنين واتشابيسا إذن علمين ويهي لابد شهوات كنا حديد كادي لا هي لا لدي بدني دي سريحة إن دي لا هي حديد بدن لا يالط فافنت الدين تنا environment بيكو أبو ريسات كل نحن ولا نكرتيد إن الدين تفافي سيد ومركاسي أتفافي سيد صحابة دي النبي جمر كمسائل كاكو أتكيستين نلاش وما يفضلين نلال أدق بين كل مين قار لا تورشر قرأيو قار لا ديلو قار تورشر ككل انت يسوع النبي محمد أركي عليه الصلاة والسلام قار تورشر لقول ديلا سحابة دي سكمل ده قار سيدي لا تورشر قرأينا ييجو تيود ما يسيا لك سيد دايو نحو البويشين أدنى إلهي وحلي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بين إلهي مؤمنين تو حكم درج كرن شيء وحي إلهي وبلن قادين سو شو قضية الصدق إذا كلمات دين كرن شيء وحي محي بلنا إلهي لا قالين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بلده وحكم ده قار سدا كل انتي يقول شتك كتاجن يقار سجية وضد عصينه هيا إلهي مركو صحابة تلمامي وحلقو تلمامي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والرقبة إلهي إليه كواسي أنا مشغول إن تجارة هي بيع هي وحقدست هي بيع مش لعك حكسي وقام الدنيا حكسي وقام كم مشغول إن عن ذكر الله إلهي حسكيس يو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دو قستيدة مرر بدا محايد هذا سؤال صور نغنو ده دي قور وحكم ده صلاة دي شغضة صلاة دي شغضة شيخ دي شغضة محان سمية صلاة دي بعين كان صلاة دي بعين ويو شغضة حق نموهبة لكن تنك هلاكتين تقيل كاللور هذا شغضة غيل الرادين ميسي دي هذا شغضة وشغو وحاو بهان قيل اللور هذا هو محي وصلاة دي يسألو تكوني إلهي نو حطوط الماما يا قولادة تموح اللقسي فيين يهين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وايو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصان ما لبي كعب سنيان دات شغدين لغير يرغى على الدرات كير عب سنسا لكن قولادة نوحي كعب سنيان ما لن قلبي يدا إيو قرات كي يندو يوح بقل قلمان أبسيدا مالن تاكا هاي سدر أدد مركز تايغا وحب بريورتي غولة نمبر ون عبادة دو دي كوه كان قوحن ليني كو أهلو كتاب كي هوري هده غربة دا وحي كغبح مينو كغبح كرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون والذين يمسكون بالكتاب كتاب كوي قبسيني وحنو كغبح كرنا بين لين وحي الصحابة دي نبي محمد كغبح دي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله محمد يا قرآن كي كواد النبي وكسود دقي سيدو التوجيهي حقو قدري وحنك قبيح كرنا بين لاني مركا اينو قرنو وحينو هيسانا وحينا غم قاننو كقيمة بدني الاعتزاز بالدين يعني ما وحن رادين يا قيمة بدن مسوحنا استقيم وبناء آدم كمركو حيف سنة يا مو حق قضانا يا واحد وحكور رادي سامحي ده وحق قيمة بدن لأنه حق أقصى مره
شيء تافه ما يبستد وحان قيمة كتشوه قنا موحا كان مربتد ملوشة مدين كا قيمة بضانو إنو إلا لنا بسو حياباك له إلهي وحينا برينا إنو دين تينا معتزين كوا كفانو حيشستا ما هكو حيشيو قرى حيش انتو حلقيا بينا استرادة إلا لي لكن هذا إنو صلاة دي قبرنو وصلاة اسكتو كل لكن debal meelaha aan lagu arkayniyo su'aalu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaariga adigoo wada kursiga iska tukan kartaa iyo meelaha si su'aalu badayeen laakiin hal i'tizaz bi diinu ka gudisay diin ta hadayna mu'tasku tay sadaradid ba ilahi wuxulay walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun war izza ya sharaf wa ala ba ilahi lay alla ya rasulki siyin ta ra'aday منافق وسيما فهم سنة تاسم حيكي أن سنة سا صحابة دي دين تهيسي بد بد كان نولوش من يتشبينين مثلا تقال الله دي قوة ويناية صحابة دو قشي وحكام دي حرب القادسية عراق ماشان ليلة دي كتالة عراق وحا انت اذا بدن هيستي بيرشيا دولة دي ايران ما كتلين شرتي دي عاصمة دو دي مدائن وبغداد دي نعيدها كما فوقها مدام يكتلين شرين مركي مسلمين تايو نمان كاسيران تايو مجوسين تا دقال لدو دحمريين دقال لدي قوة وينا وحكام دا دقال كاقادسية دور بغلو كونو قالا يسو دنيا كونو صحابة باي سورتاقن يا انتي لسعوتايا صحابة دا وحي هقامين ايا عشرة المبشرين نكام دا سعد ابن ابي وقاص بعيدا كوطا qolada kalena waxa hoggaaminayna Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynay laga dambeeyay kamida marka Rustam wuxuu rabaa balimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Saad weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhaxmaro nimba loo diray uu soo celiyay mid kale bal isoo dir waa loo diray saddex nimba kolba mid u tagay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tagay مثلا ميت كم يدون هذين سوقنا ربعي بن عامر با كم ده نك انا وحو ربينو هنج بيو صحابته تنو اوت المام وحن سو ساري قاج اي دقاله دون هديت ان دقاله بخيو marka sariirti boqortooyada meel la dhigay dabatana red carpet iska ayaa la waday dulaadu ballaadan ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban bu wata waanin intaas oo bilood dagaal ku soo jiray denin ay ka muuqato adoon iyo daldalalkii maaha Rabi' ibn Amr oo faras yaro gaaban wata soo baxay dabeetana markuu soo gaaray meeshoodii buu iska soo duul eriyay faraskiisii kama degine hay culamada taariikh sheegaan barkii mooyinkii meesha teetsana mid ka mid u faraska ku xidha dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaadhaco waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boorku isaga ii yeedhay anigu umaan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waska noqonaya boorkii waa loo sheego waxa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ii yeedhay ama maca hubkayga angelaya ama waska noqonaya soo daayay buu ku yidhi maca hubkiisa soo daayay isaga wixiisi tu soo galay su'aal baa la weydiiyey marka ma jaa bikum war maxaa idin keenay maabar iyo gaajo iyo dhib iyo balaay ka soo maxaa idin keenay sahari uga timaade wuxuu ugu jawaabay Allahu bta'athana linukhrija man sha'a min ibadati al-ibadi ila ibadati Allahi wahda wa min dhiqi ad-dunya ila si'atiha wa min jawri al-adyan ila 'adli al-islam ilahi bana sawbihiyi ina nukasa raddatka iddi u dooro adoma haysa adonsanayano ilahi adoma u dhigno waxaan u soconaa buleyn binaadam ka xorayno makhluuq makhluuq khaleenaan waa doonsan ilaahay u qoray inay dadku adoomo u noqdaan oo dadku xurriyad helaan baan u soconaa buley ibaadadu ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kala u soconaa buu yidhi inaanu dadka dunida ciriiriga ka saaro balaceed u saaro haddaba ninkan karbatiyada cascas dhigtay arshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay ciriiriga ka saaraya ciriirigu waa qalbiga kan adduunku qiimo ulama fadhiyo weyn kaarbatiyadan iyo waxa ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiimo uma samaynayso waxaan waxa kala fiican
cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala feex marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigana duumankaa bixinaya waxaan kuu saaraya maxay ballaca adduunkan ku geynaya buu leeyay waxaan kaloo u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa kuu saaro yacni mowqif kare wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka bidhbidhka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctaz bidiin yahay diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado ilaahay wuxuuna wuxuu ina leeyahay xataa haddii sida kaleo dhan laydinka xoog bato walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclawna in kuntum mu'miniin war ha liidanina baa layidho ha murugoonina idinka koreeya haddii iimaan uu jiro daad rumaysan tahay rabbiga ayay ku xidhan tahay adaa koreeya qiso labaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka aha ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbiyay say u muuqdeena markii beyt ilmaqdis muslimiintu ay furteen beyt ilmaqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kaloo casharat almubashiriin ay hogaaminayay cubaydata bnu ljaraax ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yidhaahdeen shardi ah furaha sulxi baanu gelaynaa saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa furihii beyt ilmaqdis inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho uu soo socday markuu meesha in yar usoo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidhiyo roob helayo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday aba cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo aba cubayda wuxuu yidhi cumarow ma jeclin maa yusirani ana ahlu lbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaar dhoobada kule ah in lagu arko maan jecli buu leeyahy cumar ereygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul haada hayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adigoo kaa xishoonaya buu leeyay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayni inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low hayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaas ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abu cubaydaba waa ogyahay laakiin wuxuu yaro rabuun isagoo amiirulmuuminiin kuu muuqda amiirulmuuminiin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn innaa kunnaa dalla qowmin dad aada u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahayna dhulkaygii jooganay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa nadulaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobeyna waxaynu uga dan leenahay waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihin inaanu ogeyn bidhbidh kana adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim wa innahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantay baa ilaahay leeyay jid quman baad ku taagantay wa innahu ladikrun laka waliqowmik qur-aankaas iyo waxyiga iyo diintaa lagu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay
adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahay, ilaahayna weydiin weydiin doonaa. Marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita. Man kaana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alcizza fayna alcizata lilahi jamiica. Marka waxay leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen, inuu kaga baxno wixii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday, inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tar inaynu noqaano. Wixii inala kulmo markaa markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha oo dhan ba iska fududaanayso, gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya, system dhan oo dhisan oo waxaan kasoo horjeeday inuu nimi. Laabud min tadxiya, waa laabud in culayskaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto. Laakiin waa maxay taxadiyaadka? In geesinimo iyo sabir lagala hortago. Geesinimadu goob dagaalo qudhan maahe, geesinimada adabiga aba ka roon. Kelimatu lxaq inaad markasta ku dhawaaqi karto, waxaaga inaad muujisan karto, inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xijisan karto. ولذلك با إلهي رير بنو إسرائيل كي هقاقي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وركوا إيمانك لقاها ليه با إلهي دي صبرا ولا الصبر لكتبال ليه مشاكل كوب بضن دونا يو وبناء آدم وحنك الله إذن كهر إيمان يا إذن كصبر بضن با إلهي ليه ورابط في ثغوركم قوبها قد كترتان ادو فيسيدين نحي جستا إلهنا كعب صدا وقولي سندون تنبا إله إليه سبحانه وتعالى. انت كدب حينو بهن هاي نوع من الحكمة، نوع من الحنكة، نوع من اللباقة، نوع من الرفق يدون مباديد كو حجسرينو. هدنا inta aynu si fudud wax u wadi karno inaynu wadno. Marka qofka la yidhaha diintaada xijisa, dadka barhba u fahmo un cunfi iyo dagaal iyo qallafsani iyo insidhamaqiiq meel kasta kala hortag, sidaasna ma sax maaha. Waxaagii hayso xijiso, laakiin dee martaa tahe usluubna u noolow. Yuuti lxikmata man yashaa waman yuuta lxikmata faqad uutiya خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. عائشه هي وحي شيغيسا حديث الشيخين كورينيان ولا نبي غوتمي يغو دي كو جيسجيس يو عايا راسا وحي كو يرادن السلام عليكم. السلام لام كا لغا بوديا لكن وحلا اسكا دغيا ان يدي لا يري السلام عليكم. السلام عليكم وغيري كركاغا هات واخبار. السلام عليكم نوا ربي هاكو حفديو نبت قل يي ورا كركا قاد. السلام عليكم نوا موت يا غيري بلايو كركا قاد. دبتنا عايشه انت عروتي مركي بو حيتري بل وعليكم السلام نوا اللعمه ايدنكا عرضا لي غيري سي انا عدش كركي ان ايدنكا ها تبي تري نبي عليه الصلاه والسلام اسغو كو ان مقلي وخي ايراهدين caaishana maqlaya waxay tidhi ayuu caaisha haddana tala siinaya wuxuu leeyahay caaisha in allaha rafiiqun yuxibu rifqa fi lamri kulli. Caashaay ilaahay waa rafiiq, waa ku si dabacsan dadka u dhimriya. Yuxibu rifqa fi wax walbana in si dhimrisan loo sameeyo ayaa alla jecelayay subxaana wa tacaala. Caaisha waxay mooday nebigu inaanu maqlin malaa dhimri, dhimirtani waa warkii baanu maqlina. awlam tasmaca maqaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahay rasuulkiisiiyo. qad qultu calaykum buu nabigu yidhi, waa maqlay yani waa calaykum baan idha u soo gaabiy. waxaan uga dan leenahay xadiidka riwaayada imaamu muslim waxay tilmaamaysaa in allaha tacaala rafiiqun yuxibu rifqa wayucti cala rifqi ma laa yucti cala alcunfi wama laa yucti cala ma siwaa. riwaayad kale imaamu muslim warinaya rajeynaya iyaduna waxay sheegaysaa calayka birifqi
وإياك والعنف والفحش، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. وحنو قدن لنا يوم عقيدة دينية، مبادئ دينية، أخلاق دينية، دقن كينا دمانتو دان حيج سنو تام عنيه دان اللقى ما فهم أيوه عنف أيوه المشاكل كلان أبور اللقى ما فهم أيوه إيوه حلقى فهم أيوه إنه عقيدة دي إسلامي يدقن كإسلامي إنه قد المغضان قد يدى كلان تلمامي يوحا ويان وإن إنو كلا قرنا محان قادن إنا محان كتغينا وإن إن كلا قرنا مين إنو ميد مينا وإنو بابا إنا ذوبان مسي اندماج ألكن مركز شوكتان إريا الله يدين شرح الله يدى غمحي assimilation إيا integration إدادك بارد بايدا نجي طوباي قلان قارنوي اسيميليت كريان قارنوي ود حيانو وحي قالان محي انتجريشن كي توق وين تدميل اسكو قفل شو حري ير وح والبا ما يتراضو تا دي ادغون بكا صورت قلت ير ركاغا يو اسلاما وحا كان كما صورت قلاها ان اد دي ميل اسكو قفل كاري سنه كاغي باكو رونا ان اسكو قفشو وارد حق نو صوبحي قدر سم كنا دوا ادود انتي او اسكملن waxa soo haray waxa iyaguna inagu wacdiyaan inana aanu baahnaa inaan fahamno la yidhaahdo integration meel walba waxa la leeyahay integration politicians iyo nimanka siyaasiyiinta bulsho kasto homogeneous way ka fududday bulshada kala gedisan in tacaddudku iyo noocyada kala gedisan waxyaaba qarkood way ku fiican bay dhala laakiin siyaasiga uma fiicna siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragtiyo isku dan u jeedo dadan qoro wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay marka iyagu integration ka ay sheegaan inta badan saas u badan yi laakiin adigu inaad integrate waa sax laakiin laba weerad weyn oo kala garana mal farq bayna tabaciyah wal istifada bayna taqlid wal ilm hawd haya inaynu dameeridaan raacday noqono ku dayano oo wax walba ka qaadano iyo inaynu wax ka faa'iidno aqoonna ka kororsano wax weyn baa u dhaxeeya wixii wax anfacaya yaan diintaada ka hor imanaynin inaynu ka qaadano weeyaan laakiin masaa'ilka caqaayida iyo diinta iyo akhlaaqiyaadkeena iyo cibaadaadkeena waxayna inaynu ka tanaasul lamaha inaynu ka tanaasul lamaha marka waa inaynu kala garanaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya inay dhici doonto la tatabicunna sanana aw sunana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac waxaa raaci doontaan buu nebigu yidhi wadooyinkii dadkii idinka idinka horreeyay taaka taaka iyo dhudhudhudhun saxaabadii damintidka ahayd ee wax iska soo dhicisay ee dhulka xoraysatay ee caynkana buu warkaa ku leeyay markaasuu nebigu wuxuu yidhi weliba xataa low dakhaluu juxra dabbin latabictumuuh أو لدخلتموه حتى هدي قد مسلو قلي قد مسع قلي هدي قلان وكذب قلي سمو النبوي مركز واحدة يا رسول الله اليهود والنصارى ما يهود يا النصارى قال فمن يا كلام النبوي يا كلام ما لنك لو هدنا نبوي حيولي حديث كان أوكال سورنا من قبلكم براعي دونتان مركز واحدة الروم والفرس ما romaniska iyo persianka ya kale buu nebi ku yiri ibn hajar rahmatullahi alayhi markuu labada xadiis ba fasiray wuxuu leeyahay wixii siyaasad dawliye iyo baabka ku saabsanna wadada romaniska iyo persianka ayaa raaci doontaan haday noqoto bidac iyo diin abuurka iyo waxan kalena waxa raacisan maxay alyahuda wa nasara إذن أسألكم محو حديث كنينوت المامية وحينوت المامية قفك مسلم كاي وحو كغسو عيني إنو قرطو يهودية نصارى محو كغسو عيني رومانيسي بيرشين محو كغسو عيني مبادئية عقائدية الدين بات كغسو عنتاي محاوة دالي دين تجارب الإنسانية وحي كترسن بنا آدم كوحي اكسبيريا نسكو كورنا حالي أقوان تان لشيغة يوردم انت أدبادانوا محي وتجاربتي بنا آدم كوكالنا حالي إذن وحي نقاضنا إنه إيا وحي نكتغينا إنه نقرنا إلهي مركو قرآن كورما إيوه أنبياء إلهي كورما
في سورة مريم مرة جينيها أنبياء إلهي كورمي نبي هبل نبي هبل نبي بركي أنبياء الله كورمي يا إلهي اسكو صوت دوبا وحولي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسبا إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية النبي آدم يكوي النبي نوح يو نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحيد دلين أنت أنه هنون نبي إلهي لي إلهي يتكي سبرك مقالان وخضوعا وسجودا لكن جروب كالي جروب كان نبي يدك بحسن بي إلهي طلبا بهدنا فخلف من بعدهم خلف جروب بكواد دبان مريبا إلهي لي ووددو دي كواعد محي سمعي أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربتي اسكر راعي كواس نارتي قليا بلغوت الماما محان وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحن ودن لنا لنا حي وين نقرنا وحين هاي سنة وين نقرنا تجاربتي هوري لا يوحنوت الماما يدول وحي للربي إني كتغان مو يوحي للربي إني حجستان كدعي ومحاكم ذا مثلا لا يوحنوت الماما يوتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وحدتك كو أخر دابا إلى هيري وركي كي أنو آيات قسيني مدين قرن أيوها محاكو دعي فانسلخ وكسيب ميبا إلى هيري دابتنا شيطان يقرب كاسو كبير كا إلى هي مركو تلمامي وحاليري فمثله إلى هي وحو مركو صوت تلمامي هدي إلى هي دون يقف كان يقف سغنب نقول الله وكال صوشيك وحاليري فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كاتو ساليسو أي قبول لمدي باليري أي هدي اللي إريانا عربك والله الله ديا هدوس كفرديانا عربك والله الله ديا حولك على سيدا معها حولك على مركة كولي ليو حادر يمان بي هراري يوضان مركة يسير نبات قبان ديما هراري يوضان أيه لكن مركة استبايسو عرب الله كم حوهيان هدي الدين لو شاقي هدان لو شاقي واسكمت إلا أن مركة هرب الدين بوها يو كبعه وكتاب حور دي وداد قولي كتاب حور ما هدين ودادا ودا عرره dadku wada kitab xor bu noqonaya nimaynta hayun bu xorayay in salaad xoray ninen in ka durksan xoraba nimaynta hayu xoraya waxa kale ilaahay quraanka inoogu sheegaya shaytaan ko qurama haddad mutarabbisina nayne wadada fadhiyan dad ugaadsitaga oo jicil inay naga saaraan ilaahay wuxuu leey wada kathiirun min ahli alkitabi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إن بضنوا أهل الكتاب كم دي وحي تعليم باي لهي ديني دين تاني دين كب حيان إيمان كدب ديني قال لما يدين عليان ولي بأي يقو حق وعد يهي مري وحقرتين حاسد نمي دراد ديد باي لهي دي كواسنا ينوى تشوغان مركا وحويان وضعي يو أدك شيطانو ميش تشوغا قولو كلو كو غارسنيسو ميش تشوغتا يا اديغو لبع لبع لا هداي سهشان تي اركو خطر مركا وينينو كلا غرانا اون حينو كورسرينا محينو ان ديبو سو نوقدو مركاسي وحان كبلابيا هلكن وينو نميه سؤاشا سيفي عن قف ولبا هو جواب ما وحاغي اديغو هستين اد وحكو كورسرتا باد ربتي مسيند وحاجي وحكو بدلته نقول ربي وحي سين وحكو قرر صدا واحد هاي ستة الدين بوجوين هذا الدين توين تحكي سا مركها سين وكوا ظهر لنا دون يوحي إنه قرر سرين تاه الدين لوايو ووحي ما وحكو بدلنا يا أدنى عيلي شغال غسين الدين تي عرورة ولا قالتي أدنى عيلي شغال غسين أوه نبض قليه هي واحد كن ولا تيوكان لكن نبض دوام حي أبو عليه الصلاة والسلام بركو ينوت المامي
هدي أفكارته رميسنتي إيو بلشدو وحي رميسين مركز وافقان النبض هليسو حنا بقولي من أصبح منكم آمنا في سربي معافا في جسدي عنده قوت يومي فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها نينك وابريسته إساغو نبط قبا في سربي أي في قومي أو في مجتمعي أو في أهلي كوريكي سيريركي سيدتكي سيكوابريس يعني بلشدي أيسكو وحا من سرايا نينك كوابريسته إساغو نبط قبا كاسوا معافا في جسدي جدهان عافمات قبا عنده قوت يوم ما انتوح وافق قليانا حيسته كأدون كبو كل يهيب نبغة المامية يعني كاسو حايستا ألمن نفسي ولمن العقد ولمن الفكر ولمن السحي ولا وحي الشيغان ورنا يكوى الرمان أياكو صوروا ري لكن انك وابرست في غير السرب قروب كي سعيد انا انك وابرست مبادئ يا أفكاري يا عقائدك لقدسان لأسكال هوري يا معضو كاسي كاسي مال خطر وچوغا مركز عاشو وحيتاي هدات ربطاننا وحاهي ستين وحكو بدلتاننا ديوا مسألة هدات ربطان وحياهي ستيننا هاي ستانا وحكرر ستانا وحاهي ستين سيدا وهاي سن لهاي دين عقل جيدا وين كانتان وكو ومدنمو يعني اسكو حدنتين لبا وجهدي يا دقاله يا حوق يا وقت ديرادا سوماليا مركا تشوكتي انت الدين تكون بحين شرتي هدا وين ادلب اللاب كي يسد حلاب كي تكون بحصا هداي دقالتي هداي وقتي تهي يا هداي افورت هاي جهدي تهي وين تكون بحصا وين انا اقبل لها انو انفست كريسنا وحي نو من سنين سي ودور سومي كرو هلا يا باين لقا عوضو معلمين تا إنه مساجد كواحد كتا وده وضع قبل ما صعد أنا ما صفي عنه ما قرنا يان إن كان واعين كان تهيو شو البيه هذا تربطه تين ربنا معلم كدوني ده وقف في عواك يعني كرتان ما قال دينه تن أما مصر ككينا أما الصومالي ككينا أما مش الدون تان ككينا وكينا كرتان قف ويل تريني ده إكسبيرينس ده وحق قرنا يا وهذا المهي نقول يبتان وتكيني كتان مدينك واحدة برا لكن ما حيوبا هانت هاي تينا دين فسكر ستان إن هذا وقتك بحسان إن أدات لهذا والله دي مالتين واسو شقية قرما واحد نكتا دي واحد شو قنتون سوالة دقم بيشي يعني يلي والمحادو عدايين ويدي بان ليلو مالتين قيلا رعب ويدي هبين كنا واسيح لا قرما عداي ده يعني اسفر حكا عوضي إن أنا وقتي وهلينين عداي إن أنا وقتي وهلينين فهذا ما أنتين قال الرعا تتين واعنك تترى ما أنتين قال الرعا أبي كنا وانسي هذا يقول من دين برتا تدين لهم باكله واحد واحد كلاما إذن هدينو هل كان ربنا إنه نشوقنا ديننا هيسنو أما دقنا هيسنو أما أفكينا هيسنو وإن إنه الله ما دنا إنه إنفسكري إنه وحي الناس ده إنه هيسن لهين أو هداي إنه عقل كون في سكرينية هداي إنه جهدي يا تايم كون في سكرينية هداي إنه لعب كون في سكرينية نبا وين إنه تيجاونا مركا إنتيني نوا هيسان كرنا إن شاء الله الزيادة دنا والراضعين كرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.